ماي جوان شوي اوت مليت مسافرين بحرة، وانا عندي بابا من ديسمبر حتى لدوكا ما شفتوش. صافي 8 شهور 9 شهور انا بابا ما قدرش نشوفه. منذ 3 أفريل 2018 لم تجف دموع عائلة بحارة باخرة يونس 2 المختفية، فلا أخبار عن مصيرهم ولا أي معلومات جديدة من السلطات حول مصير أبنائهم، وما زاد من حيرتهم تأخر صدور نتائج الحمض النووي والذي مرت 3 أشهر على التحاليل. قالوا لنا ديروا لاضية على حسابهم، قال لك ما لحقهم والو، لا للطاليان لا الإسبانيول لا لتونس لا لبلاد أخرى. هاد لا ديانا مديور غير هنا وقاعد يدور هنا يحوس على مواليه شكون. هادي ما تدخلش للعقل. تاريخ 19 أفريل تاريخ إرسال الطالب هذا من السلطات الإيطالية إلى السلطات الجزائرية لكي يأخذوا العينات تاع الحمض النووي ويرسلوا بها إلى السلطات الإيطالية، إلى يومنا هذا مازال ما لحقوش نتائج الفحص النووي للسلطات الإيطالية. عائلة البحارة تعيش ظروفا صعبة، فلا كفيل لهم محملين المسؤولية لملاك الباخرة. احنا رانا محقورين، ولادنا شكون بيهم؟ شكون؟ ما شافوش كاع لينا، ما على بالهمش كاع بينا، ما حسوش بينا كاع. علاش؟ هذه دولة جزائرية لازم يعاونونا. شحال نعيو هكا؟ وهذا مول البابور ما بانش كاع. علاه ماشي من حقه ما يبانش، لازم يبان. وهاد الابرياء كيفاه؟ عينا ما كاش اللي يحس بينا، ما كاش اللي جالينا، بو دماغ ما على بالوش بينا. علاه؟ واه دراري. قضية باخرة يونس 2 والبحارة 6 تأبى النهاية، ليتواصل لغز الاختفاء المحير ومعاناة عائلاتهم التي تحيا على أمل عودة المفقودين.